انا البنات اليوم وجدت لكم فيديو على السريع، وخمشي انا اللي درت هذا يعني التنقيه ديال هذا القوق او لا زهره الخرشوف، كل واحد كيفاش كيسميها او لا القوق. مهم كتاخذوا سكين من نوعيه الحاده، يكون مطي مزيان بحال اللي كتذبحوا به ذبيحه يوم الاضحى، فكتنقيوه هكا بهذه الطريقه. هذه تبعوا المراحل ديالو مزيان مزيان، راه طريقه سهله مهله. اي السكين يكون عندكم ماضي او حاد، فكناخذوا واحد الملعقه يكون هكا حجمها يكون متوسط او لا صغير، وكنحيدوا لها القلب ديالها وبالصحة والراحة.